فور صدور التوجيه السامي من صاحب السمو تحركت فرق العمل بشكل فوري ومباشر لموقع التفتيش والرقابة اللي كان في كورنيش كلباء على امتداد 6 كيلو مقسمة على 12 محطة وموزعة بين العنصر الرجالي والنسائي، وامتدت العملية قرابة 6 ساعات، ابتدت من الساعة 4 مساء وحتى 10 مساء. جل العملية هي التنبيه والإرشاد والتوعية لمرتادي الشاطئ والزوار في المحافظة على المرافق العامة والحرص على التدابير الاحترازية من لبس الكمام والتباعد الجسدي والمحافظة على المرافق العامة والممتلكات العامة بشكل عام. آلية العمل طبعا راح تكون التوجيه والتفتيش والرقابة مستمرة بشكل يومي موزعة بين الدوريات الراجلة والدوريات المتحركة بالمركبات بين العنصر الرجالي والنسائي. طبعا نحرص دائما على أن نضبط المخالفات ونوجه المخالفين بعدم تكرار المخالفة بالمرة الأولى، إذا تكررت المخالفة طبعا تحرر وتضبط المخالفة وتأخذ فيه الإجراءات اللازمة. أتمنى من زوار الكورنيش ومرتادي الشاطئ المحافظة على الممتلكات العامة والحرص كل الحرص بالتدابير الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي والحفاظ على الممتلكات العامة لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار لهذه المدينة الرائعة.